السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا هنحل مشكلة اختفاء مكتبة الموسيقية الخاصة ببرنامج الكامتازيا ستوديو. دلوقتي وأنا شغالة عادي على البرنامج بتاعي اتفاجئت إن كل حاجة فيه شغالة، مفيش فيها أي مشكلة، لكن للأسف لقيت المكتبة الموسيقية ما فيهاش اي حاجة، ما فيش فيها اي ملفات. وطبعا كل الناس اللي بتتعامل مع برنامج كامتازيا ستوديو عارفين قد ايه المكتبة الموسيقية ديت بتكون مفيدة جدا في عمل المونتاج وفي اضافة المؤثرات الصوتية والشرايح اللي بيكون داخل فيها صوت على برنامج الكامتازيا. نحل المشكلة دي ازاي؟ بمنتهى البساطة، كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على لايبريري دي او المكتبة، وهتضغط هنا كده كليك يمين، وهتختار import zipped library، تختار الاختيار ده كده، تعمل عليه كليك، ومن هنا من براوز هتلاقيه هو فتح لك الفايلات دي. انزل كده لغاية الاخر كده واختار الفايل ده اللي هو جنبيه علامة خضراء كده، شايف العلامة الخضراء دي اهي، وقول له open واقول له اوكي. هتلاحظ ان في عملية تحميل بدأت تحصل اهي قدامك، هننتظر لغاية ما تنتهي عملية التحميل. طبعا بتنتظر لفترة من الوقت لغاية ما بتحمل كل المكتبة الموسيقية عندك. اهي كده المكتبة بتاعتي كلها اتحملت، تعالى كده نجرب نفتح اي حاجة اهي، سامع الصوت اهو، هي كده شغالة معايا. طبعا في حاجات، في سامبلز تانية بتكون موجودة بقى بنقدر ان احنا نستخدمها في حاجات كتيرة زي دي كده، اهي الاشكال اللي بتكون كده وبنكتب عليها. طبعا كده مبروك عليك، المكتبة الموسيقية بتاعتك اتنزلت بشكل مظبوط جدا. لو الطريقة ديت في حد مش عارف ينفذها او مش عارف يجيبها، في طريقة تانية ان انت بتطلع هنا بتروح على ماي كمبيوتر، تعمل دبل كليك عليه كده، وبتروح على السي بتفتحه برضو دبل كليك، وبتروح هنا كده من فيو، تضغط على تاب فيو، من فيو هنا كده، وبتيجي على اوبشن دي تفتحها، وبتختار من فيو هنا بتختار الاختيار اللي هو ايه، شو هيدن فايلز فولدرز اند درايفرز، بتحب تختاره كده بتفعله وتقول له اوكي. دي الطريقة التانية يا جماعة، الطريقة الأولانية لو ما جاتش معاك دي طريقة تانية. بعد كده بتفتح حاجة اسمها البروجرام داتا، موجودة على السي برضو اهي، وبتروح على تكسمس، افتحها كده دبل كليك، هتلاقي ظهر عندك الكامتازيا، تروح على الأولاني ده وتفتحه كده دبل كليك عليه، هتلاقي اللايبراري برضو دبل كليك عليها، هتلاقي الفايلات ظهرت لك كتيرة قوي كده، انزل بالسكرول لحد ما توصل لغاية تحت خالص كده، هتلاقي الديفولت ميديا اهي اللي احنا اخترناها واحنا جوه برنامج الكامتازيا في الطريقة الاولانية. هنا في الحالة دي هتعمل عليها دبل كليك، هتتحمل برضو داخل برنامج الكامتازيا بنفس الطريقة. وبكده بنكون قدرنا نكون حلينا مشكلة اختفاء المكتبة الموسيقية في برنامج الكامتازيا بطريقتين. بشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.